واستجابة لمطالب حضراتكم وخاصة سيادة النائب أحمد الشرقاوي. احنا هنبدأ فورا في الجلسة الثانية او الاولى. اتفضل استاذ احمد. بعد اذن حضرتك. اتفضل استاذ. طبعا كل التحية والتقدير لاعضاء مجلس الامناء، وبنثمن دعوة رئيس الجمهورية للحوار الوطني. انا عايز ااكد على مجموعة من المعاني وردت في كلمات المدير التنفيذي وكلمات السيد المنسق العام والأمانة الفنية، بعض الأطروحات لنا ملاحظات عليها. أول حاجة، مجلس الأمنة تشكيله وتكوينه تم بالتوافق بين المعارضة وبين الدولة في التشكيل في الفترة السابقة، وطرحت المعارضة المصرية عددا من الأسماء، هم بعض نصفهم تقريبا يجلسون على هذه الطاولة. نمرة واحد، اتفق قبل بدء هذه الجلسة وأخبرنا وأعلمنا من السيد المنسق العام أن الأمانة العامة لمجلس أمناء الحوار الوطني هو المهيمن الوحيد على إدارة الحوار الوطني. تحديد قواعده، تحديد جلساته، ملفاته، آليات أخذ الكلمة داخل جلساته، الأسماء التي ستشارك في جلسات الحوار ذاتها، كلها المخرجات وصياغتها النهائية حتى تسلمها للسيد رئيس الجمهورية، كل هذه اختصاصات مجلس الأمناء فقط. سمعت حديثا اليوم عن الأكاديمية الوطنية للتدريب وأنها المسؤولة عن إدارة الحوار الوطني. أؤكد لحضراتكم أننا ممتنون جدا للأكاديمية الوطنية للتدريب لما قامت به من جهد طوال الفترة ما قبل اختيار مجلس الأمناء. أما وأن مجلس الأمناء المسؤول عن إدارة الحوار الوطني قد اختير أعضاؤه بالتوافق وتلاحظ الرضاء العام لدى الرأي العام ولدى في كل الأوساط عن هذا التشكيل، فأؤكد أننا بحاجة إلى كتابة لائحة تكون بشكل سريع جدا في خلال أيام معدودة، تحدد فيها قواعد إدارة الحوار الوطني، وتكون القاعدة الأولى فيه أن مجلس أمناء الحوار الوطني هو الكيان الوحيد المهيمن على شؤون الحوار الوطني. مع كل الشكر والتقدير للأكاديمية الوطنية للتدريب كونها معاونة لهذا المجلس في تقديم كل الدعم اللوجستي والفني من وكذلك الأمانة الفنية. هذه القاعدة قاعدة أساسية لابد أن تعلن للرأي العام وللجميع حتى يعلم الجميع أن مجلس الأمناء سيبدأ أعماله من بعد هذه الجلسة. أعمال مجلس الأمناء وهي من قبيل أيضا الأعمال التحضيرية التنظيمية لجلسات الحوار ذاتها. مجلس الأمناء لا يتحاور في الملفات ذاتها فنيا وتفصيليا، ولكننا معهود إلينا كما فهمت إدارة شؤون الحوار الوطني. كان لازم التنويه، ولازم التنويه أيضا في عجالة في موضوع آخر، وهو الحوار المجتمعي والفرق بينه وبين الحوار السياسي الذي سيدار داخل ملفات الحوار الوطني. الحوار المجتمعي مطلوب ومهم جدا، وندعو إليه كل الناس داخل جمهورية مصر العربية بكل الأطياف، إلا كتعبير السيد رئيس الأمانة الفنية، إلا من حرم نفسه بأنه استخدم عنفا أو لطق أيديه بدماء المصريين. الكل مدعو للمشاركة في الحوار المجتمعي. أما الحوار السياسي وهو الأساس والملف المهم داخل جنبات الحوار الوطني، فمعهود لها للمعارضة ولممثلين من المعارضة وممثلين للسلطة مع استعانهم بخبراء محايدين إذا لزم الأمر
لطرح وجهات نظرهم في كل الملفات. أشكركم وآسف للمقاطعة الأولانية، ولكن لازم التنويه والتأكيد حتى يكون أمام الرأي العام كل التفاصيل بوضوح وشفافية وبدقة متناهية. شكرا. شكرا سيادة النائب. أنا بوضح بس نقطتين صغيرتين. الأولى أنه دور الأكاديمية الوطنية للتدريب زي ما ذكر في حديثي وفي حديث المستشار محمود فوزي، هو دور متعلق بتسهيل كل ما يتعلق بإدارة الحوار. وإحنا بنشكر الدكتور رشا تاني على إتاحة المكان وإتاحة اللوجستيات وإتاحة عدد كبير من الشباب في الأمانة الفنية مع المستشار محمود فوزي. والأكاديمية نأت بنفسها وهي ليست طرفا في الحوار السياسي على الإطلاق ولا الحوار المجتمعي على الإطلاق، هي جهة نشكرها مرة تانية أسند إليها بحكم أنها هي المنظمة لمؤتمر الشباب. سيادة الرئيس أسند لمؤتمر الشباب، الأكاديمية هي المسؤولة عن مؤتمر الشباب، وبالتالي أسند إليها هذا. والأكاديمية في أول شعور حقيقي بجوهر الحوار أسندت التنسيق إلى شخصي الضعيف، وقمت بالمشاورات مع أشخاصكم الكبيرة لكي نصل إلى هذا الحوار الذي ليست الأكاديمية طرف فيه. النقطة الثانية والمهمة، زي بيقولوا في المثل البلدي، لو صبر الآيات على المقتول، اللائحة اسمها اللائحة، وهتطرح طبعا في الجلسة القادمة كمشروع. احنا عندنا مشروع لائحة كمان، حضرتك كل المجال مفتوح. ما احنا على فكره احنا لا نطرح شيئا الا للحوار، ولا نملك الا طرحه للحوار. وبالتالي هناك مقترح بلائحه، حضرتك عندك في مقترح او كل من الزملاء او الزميلات لدي اي مقترح اخر؟ انا لم اقاطع، ان نتعود مع بعضنا نستمع الى بعضنا. وبالتالي في مشروع لائحه، وفي شيء حاجه ثانيه كمان عشان الراي العام يعرف، عشان الحوار يدور بشكل يعني يليق بنا وبالمجتمع، في حاجة اسمها مدونة السلوك والأخلاقيات بالحوار، وحنسمعها مع بعض ونناقش بنودها ايه المسموح والممنوع حسب رأي مجلس الأمناء. وأخيرا يعني انه حضرتك زي ما انت قلت وانتهيت، مجلس الأمناء حسب اللائحة هو القائم بكل شيء، وبالتالي مجلس الأمناء يترك له بقى إطار الحوار يحدده. النائب أحمد الشرعاوي يقترح اقتراح، لكن مجلس الأمناء يقرر في الجلسة الجاية. طيب استاذ كمال زايد كان طالب الكلمه، ويطلب الاستاذ عبد العظيم حماد. حقيقه انا كنت طالب الكلمه قبل ما يتكلم يعني انا والله قبل ورا الناس. اوكي لا معاك. انا بس هاكد على الكلام اللي قال، الكلام اللي قاله الحقيقه كان ممكن جدا يا دكتور ضياء، لو لاحظت حضرتك المعدين يعني وحضرتك برضو يا استاذ مشار، ان انا طلبت في اول الاعلان ان انتم تبعتوا لنا اختصاصات الامانه دي واللائحة حتى نقدر المقترحة يعني منكم حتى نقدر نتداولها وبتاع. لو كان ده حصل كان ما يحصلش. بعد كلام الأخ أحمد اللي هو أصبح أنتوا أكدتوه وحيبان بإذن الله في اللائحة، هذه الأمانة هي أمانة لإدارة الحوار. يشكر كل من يتعاون معه، وإحنا بالضرورة أن احنا نكون بنتكلم بنفس واحد، وإلا مش هينجح الحوار ده. يعني لازم هنكون بنتكلم بنفس واحد. احنا مش عايزين يعني عايزين نبص بعد جلسة او اتنين او كده ان احنا نلاقي ان ايه معارضة وموالاة انتهت. احنا ناس بنبغى ان احنا ننقل المجتمع ان كان في ازمة ننقله لايه لجو افضل باذن الله. انا في قراءتي للامر بتصور ان المحطة اللي احنا فيها دي محطة غاية في الاهمية، اما ان احنا فعلا نخلق مجتمع يعني حر بيتكلم بيناقش بيقول اراء ونستمع لبعضينا، او ان احنا نظل في حالة الركود السياسي اللي موجود وربما ايه نزداد ركودا على ركود. فانا امل ان احنا كلنا نفتح صدورنا، واذا كان الداعي للحوار مش المعارضة، الداعي للحوار هو السلطة، وبالتأكيد انها مدام دعت المعارضة بهذا الشكل فهي يعني بتنتظر حالة جادة. أرجو أن احنا كلنا نحافظ عليها. أشكرك. شكرا أستاذ كمال. أستاذ عبد العظيم حماد ثم الأستاذ عماد الدين حسين. الحقيقة أنا بصفتي هنا ممثل أحد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، يهمني بعد الشكر للسيد الرئيس والشكر
للاستجابة للمطلب المعارضة الدائم للحوار الوطني وكسر حالة الاستقطاب والجمود السياسي في البلد. وبعد شكر السادة المنظمين والمنسقين وكل الجهود دي، يهمني في بداية الحوار أو في بداية هذه الجلسة الإجرائية إنه أقول أهم النقاط التي حددت بعد اجتماعات في الحركة المدنية الديمقراطية وبعد اجتماعات تشاورية بين ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية. أهم هذه البيانات إنه واحد، الحركة المدنية الديمقراطية ترى إن تشكيل أمانة الحوار الوطني قد استوفى إلى حد مرضي متفق عليه، وحقق توازنا ضروريا ومطلوبا بين ممثلي السلطات والمعارضة. وممثلو الحركة المدنية في أمانة الحوار الوطني بيؤكدوا التزامهم بمواقف الحركة وتوجهاتها. وأكدت الحركة من ناحيتها على أن الاجتماع الذي دعا إليه السيد ضياء رشوان منسق الحوار الوطني للأمانة العامة غدا الثلاثاء واليوم اجتماعنا الحالي هو جزء من الخطوات التمهيدية للبدء في الحوار وليس الحوار نفسه، حيث من المقرر أن يعني هذا أن يعنى هذا الاجتماع بمناقشة اختصاصات الأمانة العامة وطريقة وآليات عملها، وهي أمور من المهم الاتفاق عليه. فإننا في انتظار ما يسفر عنه اجتماع الأمانة العامة بخصوص تحديد صلاحياتها والاتفاق على آليات الحوار. تؤكد الحركة المدنية التي تأسست من أجل بناء دولة ديمقراطية مدنية أنها لم ولن تدعو أي جماعة تستخدم العنف أو تهدد باستخدام العنف أو لا تعترف بدستور 2014 وشرعية الوضع السياسي الذي يمكن أن يطور من خلال هذا الحوار. شكرا جزيلا. استاذ عظيم، بس استضاح صغير، البيان الاصلي قدامي بتاع الحركه المدنيه بتقول: تؤكد الحركه المدنيه التي تاسست من اجل بناء دوله ديمقراطيه مدنيه حديثه انها لم ولن تدعو جماعه الاخوان اوكي للمشاركه. مظبوط، مش اي جماعه، يعني التاكيد على هذا المعنى. مظبوط، انا بس بقرا النص بتاع البيان كما اتامل. النقطة الثانية، بضم صوتي وصوت حضرتك وكذلك الجميع من انه تسريع الافراج عن المحبوسين على ذمة النيابة العامة، ونخاطب النيابة العامة انها يعني تعجل الافراج عن من لم تتلوث ايديهم بالدماء منهم. وكمان اعتقد انه العفو الرئاسي ايضا عن المحكوم عليهم هو امر مطلوب، ولدينا مناسبة 30 يونيو ومعها مناسبة ايضا عيد الأضحى، قد يكون إن شاء الله فيهم يعني بشائره بإذن الله تعالى. طيب إن شاء الله، وإحنا منضمين لها. أستاذ عماد الحسين، شكرا على الكلمة، وشكرا للسيد رئيس الجمهورية على دعوة للحوار الوطني. وأتصور وأتمنى أن احنا ننجح كمجموعة في أن احنا نعمل فارق حقيقي في هذه الفترة. مصر بتواجه مشكلات كتيرة جدا، وبالتالي أتمنى أن احنا نكون على قدر كبير من المسؤولية. أتمنى كمجموعة أن احنا ندير حوارنا بأكبر قدر من العقلانية وبالهدوء، نكون مثل وقدوة لبقية المجتمع، لأنه جزء كبير من المجتمع فقد أو افتقد للحوار الموضوعي والهادف في الفترات الماضية. أتمنى أن نكون قادرين في نهاية هذا الأمر على أن احنا نعمل نستعيد قدر إمكان تحالف 30 يونيو اللي هو كان في فترة عصيبة جدا وأدى مهمة عظيمة، أن نضع خريطة طريق للمجتمع المصري في الفترة الجاية لمواجهة تحديات كثيرة وصعبة، خصوصا الأزمة الاقتصادية اللي هي بتعصف بعدد كبير جدا من دول العالم. ان يبقى عندنا، اتمنى ان احنا نقدر كمان نصل الى مناقشات تؤدي الى مجموعة من نتائج اهمها كما تفضل بعض: اطلاق سراح المحبوسين، اكبر عدد من المحبوسين الذين لم تترطخ ايديهم بالدماء، ان تكون هناك، ان نتمكن من الوصول الى حريات
أكبر قدر من الحريات للإعلام المصري الذي سيكون ممهد لحلول كثيرة جدا ويكون عين لصانع القرار في اتخاذ القرارات الصحيحة. لو وصلنا إلى هذه النتائج أتصور أن احنا نكون على بداية طريق إن شاء الله لمصر مختلفة تماما في الفترة المقبلة. شكرا لكم. شكرا أستاذ عماد.